نجيب قروض ويدي للفلاحين ده امر صعب جدا. يعني تعالى الفلاح عشان يزرع على الارض بتاعته اصلا ويجي يصرف مصاريف كتير ما بيلاقيش حاجه في الاخر. ده جانب المصيبه الاكبر في كده موضوع سد النهضه في الاخر. طب يجيبوا قروض على ايه؟ وفي الاخر الفلاح اصلا مش شايل قميه يسيبها الزرع، ودي اصلا اكبر مشكله. فكانه زي ما بيقولوا كده بيدوروا في دايره مفرغه. فالفلاح في الاخر هو المطحون، وهو يعني اذا كانت الزراعه هي الاساس في مصر بس في الاخر الفلاح مطحون فمش مستفيد اي حاجه. والله وزير الزراعه يقول اللي يقولوا، احنا لنا اللي على ارض الواقع. على ارض الواقع الفلاح مش مستفيد اي شيء، على ارض الواقع الفلاح هو المطحون. يجيبوا فلوس من بره، يجيبوا فلوس من جوه، يتكلم ويقول لك هنصرف للفدان 1000 جنيه، للفدان 2000 جنيه. احنا بنسمع كلام كتير بس احنا لن نحترم الكلام بدون افعال، الكلام بدون تنفيذ على ارض الواقع. دول يعني بيكذبوا على الفلاح، والفلاح هو يعني اكتر واحد يعني ذا المشقة، واكتر واحد تعبان، واكتر واحد بيعاني، واكتر واحد مش مستفيد، مع انه هو الاصل الفلاح. والله انتوا ظالمين الفلاح دايما. انا عاوز اقول له وفر لي مية، وفر لي مية، ما توفرليش قروض. قروض لجات ولا شفتها، وكنت هتخرب الدنيا بموضوع القمح ده. هتاخد القمح ب 320 وتخليني وتقول لي اصرف الفدان 1200، تشجع السرقه والنصب، ومديرين الجمعيات يبقى وزراء، يبقى